وصلنا البيت المهدوم. بيت ايش صار فيه؟ اخترب بسبة هالمطر. طال ماي. ما شاء الله ما شاء الله. يلا يلا انا خليها خيلي يا ابني. ما ضلها حسين. هدي تلفونك انا ضحك صار كله ماي. مو مشكله ابي اوثق كل احداث. قميص تبلل ولك تبللنا ماي. الحين بيت يصير فيه خرير زياده. طقم اسرائيلي ثواني. طيب شلون تبلل؟ هاي بعد ما حاط له امبريلا. امبريلا. وما زال يتآكل. شوفوا صار زيادة صار زيادة. مبروك. السقف راح يهبد فينا. أنا بيتي حبايبي ما راح يغرق راح ينهد. صار زيادة. بقع زيادة. وصل للسنترال. يا الله. المهم أنت بخير. ريلك بخير. كلك بخير حبيبي. سلام عليكم. صباح الخير. بخصوص بعض الناس طبعا مو الكل، البعض القليل الحمد لله منهم يقولون الكويتيين دلاليع يخافون من المطر. حط نفسك مكان الشخص، مو شرط كويتي، حط نفسك مكان الشخص. هل اللي احنا نمر فيه حالة دلع البرق والرعد قشمرة؟ يقولون واي انتو اوفر. لا حبيبتي احنا مو اوفر. سيايير قام تدعم ما قمتي تشوفين قدامك، وغير هذا كله السيارة قام يجر الماي. انا تكلمت ناس فهمت غلط عبالها اقصد فئات معينه ولا دول معينه. انا اقصد الناس اللي قاعد تكتب لي انتوا كويتيين وايد شايفين نفسكم وايد دلاليع. لا هذا شيء خطر اللي قاعد يصير. الشيء هذا خطر اللي قاعد. وبعدين حبيبه قلبي ترى انت توج ياهل اللي قاعد تكلمين. انا ادري كم عمرك شكلك ياهل اللي قاعد تكلمتي قلتي كويتيين اوفر. حبيبتي الكويتيين اوفر. لا يا قلبي الكويتين مو اوفر. اللي قاعد يصير بالكويت شيء وايد خطر. عسى الله يحفظ ديرتي من كل مكروه ويحفظ كل الكويت ويحفظ جميع الناس اللي ساكنة بالكويت من شعبها من وافدينها يحفظهم من كل مكروه. وثاني شيء لو ما كان شيء خطر ما وقفوا جميع البرامج قنوات الكويت وتكلموا فقط عن الامطار وتحذيرات للمواطنين وللوافدين. وغير هذا الشيء في واحد من الوافدين مو الكل واحد من الوافدين قاعد يطنز على الكويت. شي يقول الكويت العز. كويت العز غصب عليك وعلى اللي خلفك. الكويت بتتم كويت العز. هذا لو بدي خليه هذا لو بديرته هالماي هذا اللي شافته اللي صب هذا الماء يتسبح فيه وشربه لو كان هناك. هي ياي انت تشتغل هني بالكويت تترزق الله لك ولعيالك. ياي تتطنز على ديرة وظفتك ومشت معاش لك. ما ادري ناس شلون صايرة. وفي وافدين والف نعم فيهم قاعد يعاونون ومع الناس يساعدون. يا حلوهم يا حلوهم. بس طبعا احنا نتكلم عن فئة اللي جدا قليلة. وعسى الله يحفظ ديرتي وشعبها من كل مكروه. وفعلا احنا نمر بشيء يعني وايد حلو والامطار خير بس نفس الوقت شيء خطر. عسى الله يحفظنا من كل مكروه. كويتيين دلاليع. واحد بعد ما ادري شو يقول. يعني الحمد لله على كل حال. واي انسان مو شرط كويتي غير كويتي اي انسان يخاف مو على نفسه بس على هلا وعلى عياله. لو تشوفون شلون غرقة صارت بالشوارع أمس وأول تيمس والأسبوع اللي طاف صح؟ الأسبوع اللي طاف بعد؟ والأسبوع اللي طاف صارت حالة وفاة. عسى الله يصبر أهلهم إن شاء الله يا رب. يعني جد ما كنت تتكلمون بهالشيء. الله يحفظ شبابنا إن شاء الله وشيابنا ويحفظ بناتنا وكبار السن. عسى الله يحفظهم.